الشيخية قرية كانت بتتبع مديرية إنا من عهد شيخ العرب همام حاكم الصعيد، وفي سنة 1815 انفصلت الشيخية وأصبحت تابعة لمركز إفت. دفاتر تعداد النفوس ذكرت ناحية الشيخية أيام محمد علي باشا، وقالت الدفاتر إن فيها 11 عالم مسجلين. في الفترة دي كان عدد كبير، منهم الشيخ أحمد حسين غراب والشيخ محمد حسن أول مأذون في الناحية. في الشيخية برضو أقدم المقامات، منهم الحج علي والشيخ محمد الجالس، وخرج منها أشهر الخيالة زي العمدة بغدادي عبد الله والحج شحات أبو علي. وفن التحطيب تسمع أسامي كبيرة زي الحج أحمد عبد الكريم نوفل وعبد المولى الدالي وغيرهم من الفوارس والمحطبين. استاذ احمد، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك، ولو ان احنا اللي ضيوف عندكم. لا مش ضيوف، انت صاحب مكان. القريه اسمها ايه هنا؟ قريه اسمها قريه الشيخيه، وسميت الى الشيخيه نسبه الى تجمع مشايخ القبائل اللي كانت تذهب الى حج عن طريق ميناء القصير. في مشايخ كتير. في مشايخ كتير في الحته دي. حضرتك مدرس صح؟ مدرس لغه فرنسيه. مدرس فرنساوي. في اي مدرسه؟ انا في مدرسه قفط الثانويه المشتركه. قفط. وقفط دي مدينه فرعونيه. مدينه فرعونيه اسمها قبطس. قبطس. ومن هنا اسم قبطي. قبطي. قبط. حضرتك كمان باحث في التاريخ. باحث في التراث وفي التاريخ. هتنفعني بقى جدا. الله يباركنا فيك والله. مين اشهر عائلات في موضوع الخياله ده وموضوع الرماح؟ اشهر عائلات في القريه عندنا كذا اسره. عندنا اسره آل عليه وعبد الرسول. آل عليه وعبد الرسول. وكان مني عمده القريه، وكان واخد اجازه من مركز الفروسيه في اسيوط، وكان عمده سنه 1934. ده من اقدم من بقى الرماح. وكان بيقيم على مود السيد عبد الرحيم، يعني هو اللي كان يفتتح المولد بتاع السيد عبد الرحيم مع واحد من حمادات قبيله حمادات اسمه مسعود الحميد. ومهم ان حد يجي من القبيله دي وحد يجي من القبيله دي، فيبقى طبعًا. برستيج زي ما قال. وكان حكم دار مدينه قنا كان اسمه عبد الحكيم حلمي بك، كان يحب يتفرج على عمده بغدادي هو بايه بالحصان بتاعه. مين عوائل ثانيه اساميهم تحضرك؟ في اسره ثاني، واحد اسمه شحات علي حسنين. شحات علي حسنين. من اسره ال حسنين عناب، وهو كان برضه فتى الملكيه. وكان في سباق في الاقصر، واحد من الخليج كان سري بياغي يعمل فرز للخيل العربيه الاصيله، فكان عامل مسابقه 10 جنيه. الكلام ده في الاربعينات. تلاقيه مبلغ. فكان مبلغ كبير، فهو خد المركز الاول في الخيل. فعلا. وزمان بقى كان في خيل عربي، لان دلوقتي في خيل مصري بس. خيل مهجن دلوقتي. هجين. هجين. حد معاه حصان عربي يهجن. ايوه. ايه اكتر حاجه انت ميال ليها؟ انت مش فارس، ما بتمارسش اللعبه. لا لا. انت راجل مدرس. انا بكتب. ايه اكتر حاجه بتحبها في ده؟ انا بحب في الخيل انه بيعمل تجمع لجميع العائلات، ونحن قريه واحده تجمعنا اواصر الموده والمحبه، يعني كلنا عيله واحده تحت مسمى قريه الشيخين. فدي كل اللي شفاهم دول جميع العائلات، ما فيش عيله تخلو من الثانيه الا بيننا وبينهم الموده والمحبه والاخوه. هو ده الحلو في ده. اللمه دي. والعزوه دي. الله يبارك لك. والموسم بتاع الخيل بيكون بعد موسم الحصاد او اثناء الموالد. اثناء ايه الموالد؟ زي مولد السيد عبد الرحيم القنائي. بس موسم الحصاد عشان الناس يبقى معاها فلوس تضايف وتصرف. وفي مكان، يبقى في مكان للمرماح، لان المرماح ده عايز مجال، المجال ده عايز سرعه خيل وعايز اماكن وعايز. فده في ايام الحصاد يكون موجود، لكن موجود ارض فاضيه. لكن الثاني كان يبقى فيه محصول او فيه تشوين محصول. ميرسي يا استاذ احمد جدا. الله جدا على هذا الحديث القصير لكن الممتع. الله يبارك حضرتك. عيالكم علمتوهم المجال ده؟ والله هو تبقى بالوراثه، غير ما نعلمهم في الدم هم يحبوا. يعني انت مين ولاد؟ انا عندي محمد سعد ومحمود سعد. محمد سعد ومحمود سعد. وولادك انت مين يا عم؟ محمد واحمد وعبد الله. بتقول لي من دمهم يتعلموا، يعني العيل قد ايه كده لما يركب الحصان؟ هو من ست سنين صغير. من ست سنين سبع سنين بنحطه على الحصان لحد ما يتعلم الخيل. فما فيش حاجه اسمها انت اتعلمت فين. انت لو من اسره كده هو بيطلع زي الجينات. اللعبه دي في دمكم مقصله قوي. بس هي مش لعبه بقى، دي كانها طريقه حياه. لا دي فروسيه، دي
جابت لنا معارف من برا كثير قوي يعني من مرسى مطروح وأسوان من كل مطرح كل مكان لنا لكن قربتكم انتوا الاثنين لبعضكم طبعا من كتر العلاقه اللي بينكم دي الفنان عبد الله اللي هو دايما بيرسم الناس اصر ان هو يرسمكم مع بعض فاحنا عندنا صوره هتقعدوا بقى تتخانقوا بالمرماح مين اللي هيحتفظ بيها في الاخر هنتخانق عليه مش هنتخانق عليه هو الاستاذ زبير هيكتب لي اهداء ليها عليه خد يا حبيبي وانت اللي هتديها له كده هو هيكتب هديه اهداء منه ليه هتديها له يا عبيد اهداء لما انا كده كده ساكن معاه لا لا انتوا كده خلاص زيتكم في ايدكم خلاص وريها وريها في الكاميرا كلك كلك وانت واقف كده بس براحتك بكيفك بمزاجك بمزاجك انتوا جمال جمال انا سعيده اني قضيت معاكم اليوم الدنيا زي الفرس والعمر زي سباق وكل قلبه اتقرص من لوعه الاشواق سكة سفر بالطول وتبدي دول على دول ربك أذن هتنول ده لأن ربك شاء